Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui la négation avec les articles partitifs. Avec les articles partitifs. قبل كده قلنا ان النيجاسيون دي بتتعمل او الفورم نيجاتيف بتتعمل ازاي، النيجاتيف فورم بيتعمل ازاي. بعمل اول ستيب بالنسبه لي بعمل فوكس على الفيرب، نمبر 2 بعمل بحط قبل الفيرب بحط نو، بعد الفيرب بحط با، قبل الفيرب بحط نو، بعد الفيرب بحط با. النهارده بقى هاخد ازاي، وكنت بكمل اول الجمله بتاعتي عادي. دلوقتي انا اخدت ليزارتيكل بارتيتيف اللي هما دو والدو لا والدو ال ابوستروف والدي، دو والدو لا والدو ال ابوستروف والدي. اهم الدو والدو لا والدي والدو ال ابوستروف. طب يا ترى لما اشوفهم في الفراز بتاعتي او في السنتنس بتاعتي هعمل ايه؟ هل هسيبهم زي ما هم بعد الفيرب، ولا هعمل لهم ايه بالظبط؟ هعمل لهم هحولهم لدو او دي ابوستروف، دو او دي ابوستروف. تمام، يبقى انا دلوقتي هحولهم، لو انا شفتهم في الجمله بتاعتي هحولهم من الدو والدو لا والدي، لا اما بحولهم لدو يا اما بحولهم لدي ابوستروف. بص كده معايا، جو مونج دي جاتو. بص الاكزامبل التاني، احنا عرفنا ان احنا بنعمل النيجاسيون ازاي، بنحط الفيرب اهو، الفيرب اهو بنحطه، وبعد قبل الفيرب بنحط نو، وبعد الفيرب بنحط با. طب انا جالي حاجه من الارتيكل بارتيتيف اللي هي دي، بص كده اتحولت هنا لايه؟ لدو. اتحولت لايه؟ لدو. بدل ما بقول جو مونج دي جاتو في الفورم نيجاتيف بقول جو نو مونج با، بدل الدي دي بحولها لدو وبقول دو جاتو. طيب اكزامبل نمبر 2، جو بوا دو جو، جو بوا دو جو. بص انا حولتها ازاي لفورم نيجاتيف، ادي الفيرب بتاعي اهو اللي هو فيرب بوار، قبل الفيرب حطيت نو، بعد الفيرب حطيت با، بعد الفيرب حطيت با. وجيت الدو دي حولتها هنا في الفورم نيجاتيف لدو، الدو دي حولتها في الفورم نيجاتيف لايه؟ لدو. ال اشيت دو لا فيوند، ال اشيت دو لا فيوند. خليك معايا هنا، ال ناشيت با دو فيوند. انا هنا استخدمت الان ابوستروف عشان الفيرب بتاعي بيبدا بحرف من حروف الفويل، عشان الفيرب بتاعي بيبدا بحرف من حروف الفويل استخدمت الان ابوستروف، وبعديه حطيت البا، وبعد كده استبدلت الدو لا بالدو، استبدلت الدو لا بالدو. دو دي هنا بمعنى اني، بمعنى اني، لان ادوات التجزئه بتاعتي دي بمعنى سم، والنيجاتيف فورم بتاعها بيبقى اني، بيبقى اني. بيقول لي مي على فورم نيجاتيف، بابا مي دو سكر. الفيرب بتاعي فين؟ مي، برافو علينا. هبقى بابا، بابا نو ne mais pas ne mais pas. والدو دي هتتحول لايه؟ برافو، لدو سكر، لدو سكر. يبقى بابا ne mais pas de sucre. بدل ما هستخدم هنا هو دو هستخدم دو، هستخدم دو. طيب ما جرام مير اشيت دو لويل، شايفين الفيرب بتاعي اهو بيبدا بحرف من حروف الفويل، يبقى قبل الفيرب احط ان ابوستروف، ان ابوستروف، وبعدين هكتب اشيت، وبعد الفيرب هكتب با، برافو. والدو ال ابوستروف دي هتتحول لدو، الدو ال ابوستروف دي هتتحول لايه؟ لدو.
يبقى انا دلوقتي استخدمت grammar هكتبها زي ما هي وهحط an apostrophe قبل الفيرب اشد وبعديها هحط الفا بدل الدو ال apostrophe دي هحط دو. Elle mange des biscuits. Elle mange des biscuits. هكتب قبل الفيرب ne ne قبل الفيرب هكتب نو وبعد الفيرب هكتب الفيرب عادي بعد الفيرب هكتب با والدي دي هحولها لدو الدي دي هحولها لايه لدو وهكتب كلمة بسكوي عادي. Le garçon achète de la viande. فين الفيرب بتاعي؟ ادي achète هو ده الفيرب هكتب ne قبل الفيرب لا هنا هكتب ان ابوستروف ليه هكتب ان ابوستروف عشان الفيرب بتاعي بيبدا بحرف من حروف الفايل وبعد الفيرب هكتب با وبعد كده دو لا فيوند دي هحولها لدو هحولها لايه دو. Elle boit de l'eau قبل الفيرب بحط ne وبعدين بكتب بوا بعد الفيرب بكتب با والدو ال ابوستروف ديت بتتحول لدو. مامون برون دو لا سالاد مامون نو برون pain de la هتبقى de برافو عليك سلاد. Il met du sucre dans le thé. Il ne met pas et du دي هتتحول ل de sucre dans le thé. Papa achète du jus. Papa n'achète pas un apostrophe. Ou achète ou hakte badi ha pa. Baden du hatet hawel les deux. Jus. Elle a une sœur. Elle a une sœur. Verbe avoir. Hahot abdi un apostrophe. Tamem. Ou bad verbe avoir hakte pa. Ou bad kede hakte bhena deux. Sœur. Elle n'a pas de sœur. يبقى انا عندي النيجاتيف بتاعي بيبقى قبل الفيرب بحط ne بعد الفيرب بحط pas لو الفيرب بيبدا بحرف من حروف الفايل بحط ان ابوستروف. طيب لو جالي واحده من البارتيتيف او واحده من ادوات التجزئه اللي بمعنى سم في الجمله بتاعتي بشيلها وبحط بدلها يا اما دو يا اما دي ابوستروف يا اما دو يا اما دي ابوستروف. يبقى انا دلوقتي عرفت ان انا لما الكلمات بتاعتي بيجي قبليها دو او دو او دو لا او دو ال ابوستروف بشيلها وبحط بدلها دو في النيجاتيف فورم او دي ابوستروف لو الكلمه بتاعتي بتبدا بحرف من حروف الفايل زي كلمه ويل هنا بدل ما بقول دو ويل هقول دويلا على طول يعني هشيل الدي هشيل الاو واحط بدلها ابوستروف. ميرسي واو ريفوار.